في صالون الدولي للكتاب ومشاركة الشباب المؤلف في هذه الطبعة مشاركة مميزة بشهادة الجميع معي من بين هؤلاء الشباب الكتاب الذين دخلوا غمار التأليف في معرض وكانت لهم مشاركة قوية في معرض الجزائر الدولي للكتاب ياسين قرقاب الحاضر بروايتين في معرض الجزائر الدولي للكتاب ولي. مرحبا بك في البداية شكرا لتلبيتك الدعوة إذا نبدأ في البداية بتجربتك في عالم التأليف أولا في عالم الكتابة متى دخل ياسين ونحن نتحدث عن إنسان شاب يعني يدخل هذا المجال المجال الأدبي ومجال التأليف ومن ثم إصدار كتب بداية متى دخلت بالضبط إلى عالم الكتابة وعالم التأليف في مسيرتك المهنية كانت أول مرة أصدرت شاركت في مسابقة للقصة القصيرة تحت قصة قصيرة تحت عنوان جحيم أونتاريو في 2017 كانت منظمة من طرف نادي بريدج لجامعة الأغواط تحصلت على المرتبة الأولى من بين 20 قصة أخرى فوجدت الدعم من بعض الأصدقاء وقالوا لماذا لا تصدر كتابا كانت الفكرة تنبت حتى أخرجت الأسكاب الأول في تلك السنة وهو ميت على قيد الحياة قبلها كان لابد لنا أن نقرأ الكثير من الكتب ففي فترة ما توقفت عن الدراسة غصت في عالم الكتاب أكثر كان لابد لي أن أتخذ من الكتاب صديقا ورفيقا وحبيبا وأبا وأما فمن تلك اللحظة كنت أقرأ ثم بدأت أخط على مذكرة الهاتف بضع خواطر كانت تعجب بعض الناس الذين كنت أطلعهم على تلك الخواطر ومن هناك بدأت القصة والحمد لله الآن بإصدارين وسنزيد إن شاء الله يعني عامل المحيط المحفز شجعك كثيرا دخول غمار هذه التجربة الأدبية نعم العامل بالنسبة للأصدقاء دائما هناك مثبطون لكن هناك محفزون وكنت صحيح. أركز على أولئك المحفزين بحد ذاتهم أكثر من تلك من المحبطين طيب نتحدث عن مشاركتك في مدام قلت أنه المشاركة الأولى كانت العام الماضي 2018 والمشاركة الحالية في 2019 دخلت بروايتين نتحدث عن الرواية الأولى يعني ملخص عن كل رواية طبعا الشباب يهمه الشباب في كل المجالات يهمه نقل ما يعيشه في الواقع إلى المجال الذي يشتغل فيه سواء فن أو سينما ونحن نتحدث اليوم عن التأليف والكتابة والأدب ما الذي هل أنت من رواد خوض هذه التجربة أن تنقل قصة عشتها في حياتك إلى كتاب تنقل من خلاله هذه القصة للجميع للأدب المحلي الوطني وكذا العالمي ويمكننا أن نستفيد قليلا من تجاربنا الشخصية فمثلا في رواية ميت على قيد الحياة استنفذت قليلا من طلع الكتاب فقط ليراه المشاهد من الأخطاء الطبية ومن الجامعة ومن العمل وكثير من الأشياء ثم كان لابد لنا أن نذهب للمكان الآخر وهو الهجرة الهجرة كل الناس يتكلمون عن الهجرة صحيح. وخاصة الجواز الأخضر الأمريكي دائما يقولون أن 100% هم ناجحون لكن تلك النسبة خاطئة جدا فهناك 98% لا ينجحون بين 2% منهم ينجحون وكان لابدنا أن ندخل العامل في اللغة الذين لا يجدون لغة التواصل هناك في أي مكان يمكن أن يحدث له وهي بالأحرى قصة لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من كونها لقصة لشخص لا بأس به يعني أثرت هذين الموضوعين اللذان شغلا خلينا نقول الرأي العام في الجزائر موضوع الهجرة وهي حلم تقريبا عديد من الشباب اليوم كأمر واقع في حياتنا اليومية وسلط الضوء في هذا الكتاب عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نالوا نصيبا كبيرا من التهميش والإقصاء في عديد المجالات بهذا مثل ما قلت فعلا الشاب اليوم في كل القطاعات في كل المجالات يهمه كثيرا نقل ما يعيشه في حياته اليومية إلى الجانب المهني الذي يشتغل فيه طيب نمر إلى الرواية الثانية الطاهرة ما مضمونها وحتى اختيار العنوان لما اختيار العنوان اسم الطاهرة الرواية الثانية وهي عن تحت عنوان الطاهرة الطاهرة هو لقب السيدة خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام
كانت تلقب بالطاهرة في الجاهلية، في ذلك الوقت التي كان فيه الناس كلهم لا يعبدون الله، فكانت تلقب بالطاهرة وكانت عفيفة. إذن الرواية تحاول استنباط سيرتها عن طريقة رسائل بين شخصين، فكانت تقريبا هي يمكن أن نقول قطرة ماء من بحر سيرتها، فسيرتها عليها السلام هي رضي الله عنها كبيرة جدا، لا يمكن أن نقصها بمجموعة من الأوراق. فكان لابد لنا في هذه الرواية أن نضرب مثلا للمرأة المسلمة، فكثير من الفتيات كانوا الآن أصبحوا يضربون الأمثلة بالعاملات وما إلى ذلك، لكن ماذا لو كانت المرأة طائعة لزوجها؟ فكيف ستكون نصيبها؟ وهذا ربما مغزى هذا الكتاب، هذا مغزمه، والرسالة التي تريد من خلال هذا الكتاب ومن خلال هذه الرواية أن توصلها إلى القارئ وإلى الشاب اليوم. طيب، نتحدث عن تجربتك في هذا المجال وأنت الشاب يافع ودخلت غمار هذه التجربة مثل ما قلت. ما هي المعوقات التي والعراقيل التي ربما واجهتها في البداية؟ طبعا نتحدث عن التمويل، ليس بالهين في البيئة التي نعيشها اليوم على مؤلف شاب أن يصدر روايتين بخلاصة، يعني بمختصر القول، ما هي أهم المشاكل التي واجهتها في مسيرتك لإصدار هاتين الروايتين اليوم؟ هي ستواجه الكثير من المشاكل دائما بالنسبة للإصدارات الأدبية وفي جميع المجالات، لكن بالنسبة لنا نحن كأدباء شباب دائما نواجه المشكلة الكبرى، وهي دور النشر ومعاملتها المادية. فكيف تطبع 100 كتاب بسعر باهظ جدا فلا يمكنك أن تسير به إلى الأبد؟ فمئة كتاب ربما ستذهب مجرد هدايا بين الأصدقاء فقط، لا يمكن أن تضع لنفسك اسما أدبيا بحد ذاته. وهناك دائما العامل الآخر وهو في الأخرى دور النشر دائما هي المشكلة. وبالنسبة لشيء آخر فهي في سيلة، فكثير من التهميش تراقبه من الأدباء المستجدين دائما، تجد الناس تسير نحو الأدباء الكبار رغم أن الأدباء المستجدين يمكن أن يصبح كبيرا في المستقبل، وهو بحاجة إلى دعم أكثر من ذلك الأديب الكبير. وهذه هي سنة الحياة في مختلف المجالات، فيه كتاب كبار ودائما يتبعهم ويتبع أمجادهم الأدباء الشباب مثل ما قلت، ربما لا يخلد أسماءهم في ساحة الأدب. نعم، يمكن للأديب الشاب أن يتخذ قدوة ما من أديب عظيم، فبالنسبة لي دائما أتخذ أيمن العتومة كأنه قدوة، لكن لا يمكن لنا نحن أن نذهب كقارئين إليهم دائما ونترك المستجدين في حالهم. فلو تركنا المستجدين وهم أبناء بلدتنا وأبناء ولاياتنا وبلادنا، فمن سيدعمهم؟ هل سيدعمهم الخارجون أم نحن أولى بدعمهم؟ هذا هو الذي نطرحه دائما. وهذا السؤال طبعا سأطرحه على ضيفي عبر الهاتف السيد جمال فغالي، مدير دائرة الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة، معي عبر الهاتف. سي جمال، صباح الخير، يومك مبارك. صباح الخير والسعادة، صباح الكتاب، صباح الحياة أيضا لك وللعزيز الروائي. اليوم في الجزائر نعيش خلال هذه الأيام أيام طيبة وجميلة بمعرض بالصالون الدولي الجزائري للكتاب بمشاركة أزيد من 1000 دار نشر من داخل وخارج الوطن. هذه الطبعة ربما مثل ما قلت في بداية حواري مع المؤلف الشاب ياسين قرقاب كانت طبعة مميزة فيما يخص بجناحات مميزة للأطفال وكذلك طبعة مميزة للشباب المؤلف. في البداية، ما تقييمك لحد الآن منذ بداية هذا المعرض إلى غاية اليوم؟ هل لقي النجاح الذي كان مسطرا في البداية؟ يكفي أن نسعد أن, 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 أن الذين يجيئون معرض الكتاب في طبعته 24 يؤكد هذا التميز وهذا الاستثناء. يكفي أن يكون هؤلاء الشباب المبدعون حاضرون معنا، هذا الحضور البهي والاستثنائي. يكفي أن أقول أن هؤلاء الشباب الذين يبدعون يوميا وعلى أحيانا كثيرة على حساب ما يملكون من 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 يومياتهم ومن حياتهم أيضا، يكفي أن نقول أن من خلال دائرة الكتاب وبوزارة الثقافة وصندوق دعم الإبداع منا كل ما في وسعنا من أجل أن نقدم هؤلاء الشباب من خلال جائزة علي معاشي، فتم طبع 43 عملا إبداعيا في الرواية والشعرية والكتابة المسرحية، وكنا البارحة
مع تقديم هؤلاء الذين أبدعوا من خلال حضورهم معنا في جناح وزارة الثقافة، ودعوهم أيضا هؤلاء الشباب. وكنت شخصيا كلما أنهيت عملي بين الوزارة ومعرض الكتاب الدولي كنت أجوب الأجنحة شرقا وغربا شمالا وجنوبا من أجل ألتقي هؤلاء الكتاب. أنا آسف لأني لم أرى ياسين، ولكنني سأسعد اليوم بلقائه بالتأكيد، لأني أؤمن إيمانا قاطعا بأن هؤلاء الشباب، وقد كنت منهم، قد دفع بي دفعا إلى أن أكون كما عليه الآن كاتبا قاصا ومترجما أيضا. أرجو أن نكون دائما في هذه الصورة، لأن هؤلاء الشباب هم عيننا على المستقبل، وبالتأكيد أنهم في هذا الفكرة. سيد جمال لو سمحت، كيف من الممكن ونحن تحدثنا عن العراقيل التي قد يواجهها اليوم الأديب الشاب والكاتب الشاب، كيف يمكن دعم اليوم هذه الشريحة من الكتاب والمؤلفين وتبسيط هذه الإجراءات فيما يخص تحقيق حلم، خلينا نقوله بالنسبة لكل مؤلف اليوم شاب، أن يصدر رواية أو أن يصدر كتابا؟ بالتأكيد نحن نعمل هذا العمل في الحقيقة، يبدو للناس من الخارج أننا أنا وزارة الثقافة من خلال صندوق دعم الإبداع الأدبي تملك ما يمكن لها أن يسمح لهؤلاء جميعا أن ينشروا، ولكن هذا أمر من الصعوبة بمكان. ومع ذلك كل هذه الجوائز التي كانت على الأقل لهذه الجوائز، عملنا ما في وسعنا من أجل أن تكون الجائزة طريقا للوصول إلى هذه الكتابة الحقة من خلال لجان القراءة مشهود لها بالكفاءة والعلمية والموضوعية. على الأساس أنا أتكلم هنا عن الإبداع الأدبي والمسرحي الفني إلى ما شابه ذلك. وعملنا على أن لأول مرة منذ 2015 نشرنا كل هؤلاء الذين فازوا حتى بلغ العدد 43 عمل إبداعي. هذه خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى بالتأكيد. وصندوق الإبداع الأدبي كما يشار إليه في تسميته يؤكد هذا الانتماء لما هو إبداع لما هو أدب في الفن، في القصة، في الرواية، في الشعر، في الكتابة المسرحية. نختم بنقطة مهمة، دائما نتحدث في الجزائر بهذا الشكل الكبير والبارز عن الكتاب وعن القراءة مع هذه الطبعات لسيلة في طبعتها 24 اليوم. سؤال بارز اليوم، ما علاقة وأي علاقة للقارئ الجزائري اليوم مع الكتاب؟ وهل هذه المعارض أو بمثل هذه المعارض نعيد فعلا الكتاب ونعيد القراءة إلى حضن عشاقها؟ الكتاب لا يمكن له إلا أن يكون حاضرا. نحن كتاب أنفسنا، علينا أن نقرأ أولا أنفسنا ونفتح أوراق مشاعرنا وأحاسيسنا. وإذا معارض الكتاب لها من الأهمية الكبرى والقصوى حينما يقبل عليها قراؤنا، مبدعونا، كتابنا صغارا وكبارا، لا 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 لا, لا, لا نفرق بين أحد منهم. وأيضا العائلات حينما تقبل إقبالها زرافات ووحدانا بأبنائها وبناتها، وقد قابلت كل هؤلاء من خلال الجناح وأجنحة أخرى. أنا الآن أنحني لهؤلاء الناشرين الجزائريين الذين يعملون كل ما في وسعهم من أجل أن يساعدوا هؤلاء الناشرين، هؤلاء الكتاب المبدعين، وأتمنى أن تظل هذه المساعدة والعمل جار من أجل أن تكون هذه العلاقة علاقة طيبة بين القارئ والكتاب. نختم بهذه الفكرة. أن هناك دراسة قد أنجزت وأكدت أن الإنسان الجزائري قارئ نهم، ولكنه يختلف في طريقة قراءته وأماكنها عن غيره من العالم. وربما يجب أن نحفزه بمثل هذه الصالونات للكتاب. سي جمال فغالي، أستسمحك لضيق الوقت طبعا، مدير دائرة الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة، شكرا لحضورك معنا عبر الهاتف. أعود إليك سينجل جاب، طبعا ربما من خلال تجربتك كان لك احتكاكا مع أصدقائك في مسيرتك منذ البداية 2017 من خلال المسابقة التي ذكرتها. طبعا هناك الكثير منهم لم يوفقوا ولم يكونوا أو لم ينالوا نصيبهم من الحظ لإصدار مثل هذه الروايات، وهي ثمرة جهد كبير وجهد لأشهر ربما من الكتابة. ما هي رسالتك لهؤلاء؟ ربما تحدثنا في البداية عن محيط يكون مثبطا للكثيرين، ما هي رسالتك لهؤلاء لأن يمضوا في هدفهم إلى غاية الوصول إلى الأدباء الكبار وكنا نتحدث عنهم؟
رسالتي إلى الأدباء هي عدم الالتفات إلى ما يقوله المثبطون دائما، فمهما كانت كلماتهم قاسية أو مثبطة إلى الأرض، فلابد للكلمات أن ترفعك. اجعل لكلماتك صدى يسمع في السماء، ذلك الهدف الذي يسمع إليه كل كاتب. أما كما قال لي أحد الكبار مرة، قال اكتب النص، فإن وجدت فيه حرارة فواصل من أجله، أما إن وجدته باردا فأعد كتابته من جديد. فالكتابة تعتبر ثورة وليس مجرد كتابة فقط، فلا بد لهم أن يستمروا. ليس تمنى لك يعني طيب التوفيق في كل مشوارك الأدبي، ودائما أبواب النهار مفتوحة لك ولجميع الأدباء والمؤلفين الشباب. دائما رسالتنا أن نوصل هذه الكفاءات إلى القارئ الجزائري. شكرا لك ياسين قرقاب على حضورك اليوم، موفق دائما في مسارك.